السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبون؟ معدتكم المسلم رحب بكم مع جلسة إغلاق السوق. طبعا الأيام اللي فاتت السوق كان مثير بصراحة وسريع جدا ويعتمد على الإيجابية اللحظية، خاصة من قبل أمس وأمس. يعني بخلاصة، يا تعرف تلعب معاهم يا خليك على جنب عشان تحافظ على ارباحك. السوق ما قصر، اعطى ارباح. انا ما اقول انه ما راح يرتفع اكثر، لا، اذا انت تستطيع اللعب معاهم بالمضاربه السريعه. شفنا اليوم، شفنا امس لوبريز اعطى اشاره دخول، واليوم لوبريز ارتفع من 138 وين راح؟ خلينا نضيف لوبريز، هذا الدكتور هذا لوبري فينا عندي ارتفع في الافتتاح، اعطى 3 ريال رجع الى قواعده ايش؟ سالما. تعرف تلعب مع الار اس اي اللحظي؟ العب، ما تعرف خليك عايش، ما راح تستفيد شيء، ضيع وقتك على الفاضي. طيب نبي نتكلم الان على اكسترا، ونتكلم على التعمير. تمام، اكسترا مفلل باقي عليه اللحظي، طبعا طبيعي لانه طلع 2.88 ورجع، هذا طبيعي. عندنا هنا ال ار اس اي نعم، متوسطات فل، والسهم قاعد يطلع وينزل يطلع وينزل. عندنا ديكس شهري ويومي و4 ساعات، السهم قاعد اعلاناته ممتازه وما هو قادر يخترق المنطقه هذه. هذا الشهر اللي فات وهذا الشهر ده، واللي اشتغل مع السهم فوق وتحت صراحه عين خير. طيب عندي الان انا هذا متوسط 6 شهري بسيط، وهذا 10، هذا قصدي، ونبغى نخترق ال20 البسيط الشهري. شايفين هنا نبغى نخترق، وهذه إشارة أيضا جيدة، والسهم ثابت إعلاناته جيدة ويطلع وينزل. هل نستطيع اختراق خط الزقزاق الشهري؟ هذه نقطة مهمة. عندنا 78.90، هذه المنطقة التي لم تكسر هذا الشهر، وعندنا المنطقة هذه اللي هي 79.15 منتصف البولينجر شهري. طيب هل نستطيع الاختراق هنا؟ هذه المنطقة 83.45 قربنا منها، لو نجحنا في الاختراق ممكن نروح إلى 89.87. السهم طول كثير. عندي هنا الإيدكس الشهري الأحمر نزل، فكنا من شره، هذا راح نزل الآن في أدنى مستوياته، وهذه علامة جيدة. هذا من زمان تقريبا لنا 4 شهور او 3 شهور، هذا انتهينا منه. عندنا الماكد هنا، شايفين هذا الاحمر وهذا الازرق، 0.202 0.2521، اقتربنا جدا من الصفر، جدا اقتربنا، وهذا ممتاز. وشايفين هنا عندي الاحمر في احتمالية اختراق على الشهر، أغلب الأمور جيدة. هذا الستوكاستيك رجع يختنق. طيب عندنا التعمير، التعمير وينك التعمير؟ التعمير مفلل شهري وأسبوعي وفوق الصفر، يذكرني بمين؟ ب 12 ريال يوم كان سناك، تكلمنا عنه في جلسة إغلاق السوق، واللي معايا وقت السوق أيضا تكلمنا عنه. طيب تعمير معطي ديكس يومي، معطي ار اس اي فل هنا مع متوسطات، الايرون اب ممتاز، باقي اسبوعي او شهري اثنين، هذه الشهري ممتاز البولينجر. ندخل على الشهري ونشوف، خلصنا هذا خلاص، اخترق الآن
من زمان التعمير هو سلبي، يمكن كمل سنة وشوية. الآن اخترق شهري، هذا ممتاز. الإيديكس يحاول الآن الأخضر الرجوع، ما زال، لكن الشهر شوية تأخر. الشمعة هذه الآن أول شمعة فوق منتصف البولينجر شهري من كم شهر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، يعني مو سنة، سنة ونص واحنا تحت البولينجر شهري. الآن يحاول مجددا. عندنا مقاوم عند 22 78 22 ونص، وإذا اخترقنا ممكن نزور 24. طبعا الدعم عندي هنا 20 6 و40، هذا التحميل. طبعا لا يوجد صفقة بدون وقت خسارة، ولا يوجد استراتيجية ناجحة 100%، نسبة الخطأ واردة. التوفيق من الله. طيب جبل عمر ضغط اليوم، شفنا ضغط قوي عليه، لم يستطع أن يخترق ال 23 30 بصراحة، ضغطه وفي عروض واضحة، لنا تحديث إن شاء الله قادم له. الديكس، شايفين الديكس يا أخوان؟ أنا بنصح نصيحة، اللي عنده المنصة أو عنده تيكر شارت يعرف يدبر نفسه بالاستراتيجيات. أعطاك الديكس زيرو، لا تلعب مع الساعة خلاص. ما أعطاك يديكس نص ساعة، ساعة، 4 ساعات، أسبوعي، شيء شهري، ما لا تستمر معه. صعب يكمل، صعب 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 يكمل يا أخي. شرحنا اكسترا، شرحنا التعمير. التعمير نازل اليوم من 21.60، آخر السوق دعم المزاد على 21.10، فرد واحد، وهذا كان ممتاز. باقي جرير، خلينا نضيف جرير، ذكرتوني جرير. جرير عندي هنا أعطى إشارة جيدة، واللي هي ديكس ساحر. طبعا فل من زمان تكلمنا عنه، لكن لم يستطع أن يأدي المرة الأولى. الآن ما زال الأسبوعي يرتفع على هذا الماركت. كنا هنا اخترقنا، هنا اخترقنا ايش؟ 100، الآن اخترقنا أيضا 20، وكل ما مشي كان أفضل وأضمن. تمام؟ طبعا ارتفع اليوم، عنده اختراق فدائي. جرير عنده اختراق فدائي، تكلمنا على شمعة فدائي كثير. هذه هي، هذه شمعة فدائي، وهنا اليوم ضرب 60 اللي هو متساوي وارتفع. هذه الشمعة ممنوع كسرها. طبعا هو في القاع واقف في المنطقة دي، ما ارتفع. اليوم صار عليه دخول 7 مليون قوية بصراحة، وقفل على 82. نشوف الأيام القادمة ايش يصير. يفضل إنه الأسبوعي أموره كلها طيبة، كاملة مكملة، والإيرون أب إلين الأسبوعي. نشوف هذا الأسبوع، ها ممتاز. هذا اليومي، لحظة، لا عفوا عفوا، لين اليومي غريبة يا أخي، استنى، أنا أقصد الشهري مو موجود هنا. طب هذا الشهري موجود، طب أضيف الشهري، أنا حافظها حفظ يا أخوان، حافظها حفظ. طيب هذا شهري، اطلع فوق، تعال، وينك 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 وينك، هذا الشهري نضيفه. صغر 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 صغر، تمام، يكفي كذا. الألوان أخضر فاتح، صغر شوي كذا، خلصت. فين جرير؟ فينك يا جرير؟ هذا جرير باقي له أسبوعي وشهري، الساعة وال4 ساعات واليومي كلها ممتازة، كلها ممتازة.
كلها ممتازة. باقي فقط الأسبوعي والشهري. ونشوف لو الأسبوعي هنا الـ RSI الأسبوعي فوق 48 واليومي فوق 60، هذه إشارة أحلى، وإن شاء الله تكون إشارة انطلاقة. 48 60 هذه أرقام مميزة عن تجاربي. كان معكم أبو موسى العمري مع مركز الربح السريع. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.